السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع الصحيحه؟ مزيان، نتمنى تكون اموركم هانيه وانتم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام ريان. اليوم البنات جيت نشارك معكم هذاك الموديل، كما شفتوا على الصوره كيجي رائع البنات، وكيجي خفيف وكيتخدم دغيا. بالنسبه لا بغيتو تخدموه بنصف الطيق نفس الطوق عفوا، ولا لا بغيتو تهودوه حتى لتحت. انا اختاريت درت هنا نصف الطوق وخليت هذه مسدوده. الا بغيتو تحلوها ما كاينش مشكل. نبداو البنات على بركه الله. هنا كنحتاجو الخيط على 3 ديال الشعرات كيما شفتو، وليبرا نمره 6 باش دخلنا العقيق المهرس. هنايا عندنا كنحتاجو العقيق المهرس. خدوا البنات الماتسونو ديال الباكيه هو اللي مزيان. نبداو على بركه الله البنات، كنديروا غرزه هنا. الا بغيتو تبداو ديروا جوج غرزات عاد طلعوا، حيت الا كنتو حليتو الهبطه ديال الجلابه او القميص. كنديروا غرزه في الثوب. نقرب لكم باش يبان لكم الخدمه. انتوما نديروا غرزه هنايا، غادي نضرب وحدها كنجيبو هنايا وكندخلو ما بين الوسط ديال الخيط. غنديروا غرزه، كنجيو هنايا في وسط هذيك سميتو، كنزيدو غرزه بهذه الطريقه هذه. غادي نضربو في الثوب، وكنزيدو عاوتاني في الجهة الأخرى كنزيدو غرزة. بهذه الطريقة هذه عاوتاني غنضربو في الثوب. غادي نزيدو غرزة دائما. غادي نجيبو عقيقة، كنقزو هاد الخيط هذا، كنقزو هاد الغرزة هادي وكنضربو هاد الغرزة الأخيرة. بهاد الطريقة غادي نديرو ونضربو في الثوب، حيت هاد اللون راه مكيشبهش ليها، مشابه شويه مع هاد اللون هذا، حيت راه هي ديال هي. باش نوريكم كنجيو هنا ندير نزيدو غرزه، وكنجيو ما بين هاد العقيقه كما شفتو، نزيدو عقيقه هنا، نزيدو غرزه هنايا وغرزه في الجهه الاخرى. مشو كنزيدو غرزه، كنجيو فوق هذا الخيط هذا وكنضربو غرزه، نزيدو عاوتاني عقيقه اخرى. انا كنحاول ندير معاكم بشويه باش تبان لكم الخدمه، باش تفهموا مزيان. كنخليو هاد الغرزه هنا وكنضربو في هاد الاخيره هادي.
كنديرو غرزة في الوسط، نزيدو عقيقة، كنديرو غرزة، كنزيدو غرزة أخرى، عاد كنزيدو عقيقة. هانتوما البنات كنقلبوا التوب ديالنا كما وريتكم كيفاش درتنا، حلينا نص الطوق، غادي نحيدوا هذا الخيط هذا ونقطعوا التوب، هنقطعوا التوب ديالنا هانتوما البنات. من بعد ما قدينا بالفنيتات الطوق ديالنا هنضربو في التوب. دابا ما هادي نزيدو حتى غرزة، هنطلعو عادي هانتوما. كنحسبوا تقريبا النص كما درنا هنايا، نديرو هنايا، غادي نديرو عقيقة هنايا في الوسط، هنقطعو
غنخليو هاد الغرزة ونضربو وحدها بهاد الطريقة هادي وكنطلعو ونكملو.
هانتوما البنات كنطلعوا بهذه الطريقه هذه كامله كيما وريتكم الطريقه الاولى، وكنديروا الشكل عاوتاني بحال الاولى وحنا ماشيين، كنطلعوها كامله بنفس الطريقه. وغادي نجيبو نوريكم كيفاش كنديروا، كنزوقوها بهذيك الدويدات. وخديت معاها هاد الحجيرات هادو، هما هادو كاين البنات، كاين كيكون ديال الخيط، وكاين عاوتاني كيكون ديال العبار. نبداو هنا الخيط، انا برمى على 4 ديال الشرات باش ندير البريد، برم مزيان كما شفتو كيفاش برمه. انا ما بغيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. هانتوما البنات درناها في المرمى، كنجيو هنايا بهذه الطريقه هذه، كنجيو حداها تقريبا، كنحسبوا 1 2 3 ندير 1 2 3 4 5 6 7 15. كنجيو عاوتاني حداها وكنديرو نفس الطريقة، نديرو 15 لوية. كنجيو عاوتاني الفوق، كنديرو عاوتاني نفس الطريقة، هانتوما البنات كنطلعوا بهذه الطريقه هذه، وكنديروا هاد العقيقات هادو كما شفتوا، كتجي رائعه في الخدمه ديالها. انا درت لكم هي هاد شويه باش يبان لكم الخدمه، باش نوريكم الطريقه ونعطيكم فكره. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وتضغطوا على المربع اللي كاين تحت الفيديو ديال الاشتراك، سبسكرايب او سابوني، وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. وكنشكركم البنات على بزاف على التشجيعات ديالكم، على الدعم ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. يلا البنات، الله وليا فراسكم بزاف، حلقه اخرى ان شاء الله. بالسلامه عليكم.